البني ادم اللي بضل يشتكي من الظروف بقرف منه. طب اذا بعرف شخص على ارض الواقع بضل كل ما تقعد معه والله الوضع صعب، والله مش عارف، والله النساء فاسده، والله بعدين انت شو عملت بحالك؟ ولا إشي. انت فاشل، كنت فاشل وبقيت فاشل وستبقى فاشل، تمام؟ وظلك انبه النساء والوضع الاقتصادي والقانون ومحاكم الاسره، وتطلع فلان زوجته خانته، وتطلع فلان، عباره عن ثقب اسود بلاك هول من السلبيه بشفطك بسحبك جواه، تمام؟ اذا كان نفسك تروح على الجنب تبطل، إذا كان نفسك تتغدى تنسد نفسك، كل ما تقعد معه هو عبارة عن ماكينة، مسجل آلة تسجيل خربان، مسجل خربان، دف عن نفس الماكينة، والوضع الاقتصادي، النساء فاسدات، طلع هذاك مرته خانت، طلع هذا مش عارف شو صار معه، وتطلع نسب الطلاق، وتطلع نسب العنوسة، واللي ما فيش فلوس، ما فيش وظائف، والعزوف عن الأنف، بعدين، هو راح يتغير وأنت قاعد بتنبح ليل نهار، زي ما قال الدكتور حسام بداية الحلقة، كلاب تنبح وقافلة تسير، المجتمع ماشي.